أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية. بهذا الفيديو رفقاتنا رح نحكي عن عطل من سألنا عليه كتير بالتعليقات، ألا وهو الويرلس ماله شغال باللابتوب. خليكم معنا. بداية أصدقائي، وقبل ما نبلش بالفيديو بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وتدعمونا باللايك، وإذا عندك أي سؤال تترك لي بالتعليقات أسفل الفيديو. إذا أصدقائي، مثل ما حكينا أول الفيديو، الوايرلس معطل باللابتوب. أول شيء هذا بيعتمد على حسب موديل اللابتوب اللي عندك. فمثلا في بعض اللابتوبات من الموديلات القديمة كانت الوايرلس إلها مفتاح من على طرف الجهاز، من على اليمين أو من على الشمال أو من أمام اللابتوب أو من على الجنب، تمام؟ إذا من محيط اللابتوب بالكامل قد تجد مفتاح للوايرلس، مثل هاللابتوب اللي بين إيدي. شايفين شباب؟ إذا في له مفتاح لتشغيل وتعطيل الوايرلس. هي أول ملاحظة بدنا ننتبه لها. الملاحظة الثانية أصدقائي، أنه قد يكون هذا المفتاح موجود أيضا بهذا المكان، تمام؟ على جانب لوحة المفاتيح أو من الأعلى أو من هذا الجانب. هذا الموضوع بيرجع نكرر حسب موديل اللابتوب اللي عندك. طيب، إن كان ليس له مفتاح هون وما له مفتاح بالأعلى وما له مفتاح من على الجانب، وأيضا من المحيط ما له أي مفاتيح اللابتوب لتشغيل الوايرلس وإطفائها، قد يكون اللابتوب اللي عندك تشغيل الوايرلس فيه بيكون عن طريق الكيبورد. إذا أصدقائي، مثل ما أنا شايفين هذا اللابتوب اللي بين إيدي تشغيل الوايرلس فيه عن طريق الـ F12، إما بالـ FN مع الـ F12 سوا بتكبسهم، تمام؟ بآن واحد، أو بالـ F12 لوحدها حسب تعريف لوحة المفاتيح يلي عندك. تمام أصدقائي؟ إذا أول شيء نحن عم نشوف إذا كان في شيء ميكانيكي لتشغيل الوايرلس باللابتوب. إذا ما كان موجود الـ FN مع الـ F12 لتشغيل الوايرلس، ومنلاحظ رسمة الوايرلس موجودة على الرقم، ممكن تكون بالـ F6 بالـ F7 بالـ F3 على حسب وين موجودة هالرسمة، رسمة الوايرلس، تمام؟ إذا ما كانت موجودة هون ولا موجودة بمحيط الكيبورد من الخارج ولا على محيط اللابتوب، تمام؟ إذا هلأ بدنا ننتقل لداخل الويندوز لنشوف شلون بدنا نحل هذا العطل. وبعد ما انتقلنا أصدقائي لجهاز الكمبيوتر، رح نعدد بعض الخطوات لحل مشاكل الوايرلس بالكمبيوتر أو باللابتوب. بداية أصدقائي، هل أنت متصل بالشبكة الخاصة فيك بالشكل الصحيح؟ طبعا في ملاحظة مهمة جدا، أنه أنت لما بتتصل بالشبكة تأكد أنك عم تكتب باللغة الصحيحة، وطبعا أغلب الراوترات أو كل الراوترات بيكتبوا باللغة الإنجليزية، إن كانت الأحرف ولا إن كانت الأرقام. إذا اكتب باللغة الإنجليزية، حتى لو كانت أرقام اكتبهم باللغة الإنجليزية أفضل. إذا أنا بعد ما اخترت الشبكة الخاصة فيني واتصلت فيها وتأكدت أنه عم يفتل هذا العداد هون بالشكل الصحيح واتصلت وعطاني متصل، خلص أموري بخير. إذا هي النقطة الأولى. رقم 2، التأكد من تفعيل أدابتر الوايرلس وأنه ماله معطل. يعني تعمل زر يميني على مركز فتح إعدادات الشبكة والإنترنت أو فتح مركز الشبكة والمشاركة على حسب الويندوز اللي عندك، زر يميني وهكذا، ومن ثم تغيير إعدادات المحول. داخل تغيير إعدادات المحول تأكد صديقي أنه ما له معمل تعطيل لشبكة الوايرلس عندك، يعني بهذا الشكل، يعني ما له محطوطة أو لونها رمادي. تأكد من هذا الموضوع، تعمل له تمكين، وبترجع بتتفعل عندك شبكة الوايرلس وبيرجع بيتصل عندك الجهاز بالراوتر. رقم 3، وإذا تمت الشبكة ما عم تتصل معك، حاول تمسح الشبكات المتصل فيها سابقا. يعني مثل هي الشبكة بتعمل زر يميني عليها وإزالة، تمام؟ أو إذا بتحب فيك تعمل زر يميني فتح إعدادات الشبكة والإنترنت أو فتح مركز الشبكة والمشاركة. بويندوز 7 بتكون بظن بهذا المكان، بويندوز 10 عندك شغلة اسمها الواي فاي، في عندك شغلة اسمها إدارة الشبكات المعروفة. هون رح تطلع لك جميع الشبكات اللي انت متصل فيها سابقا، ومن هذا المكان بتزيلها، بتعمل لها زر يميني إزالة، تمام؟ وطبعا رح أضرب مثال هلأ سريع. لاحظ صديقي كيف انه هي الشبكة اللي انا متصل فيها عبارة إزالة. وإذا كنت متصل بعدة شبكات تانية هون 2 3 4 5 فيك تعمل لهم إزالة. إذا أزيل الشبكة
من هذا المكان كليا، وبالتالي إن شاء الله بترجع بتتصل فيها وبتتصل معك مع إدخال كلمة المرور بالشكل الصحيح باللغة العربية أو الإنجليزية مثل ما حكينا، وخاصة بالإنجليزية. ولا تنسى، لا تنسى معلومة مهمة جدا، أنك أنت ما عم تكتب أحرف كبيرة أو أحرف صغيرة، قد يكون زر الكابس لوك شغال عندك تمام، بالتالي أنت عم تكتب بالأحرف الكبيرة، انتبه لهذا الموضوع، حاول انه يكون زر الكابس لوك مقفل عندك، ولما بدك تكتب حرف كبير بتكتبه بالشيفت، يعني تعمل شيفت مع الاحرف، بالتالي فيك تكتب بالكبير وبالصغير وبالشكل الصحيح دون ما انك تخربط. وبعد ما قمت بمسح الشبكات المتصل بها سابقا وما اتصل معك الوايرلس، كل ما عليك اعادة تعريف ادابتر الوايرلس. تنتقل عند جهاز الكمبيوتر زر يميني ادارة، ومن ثم بتنتقل لعند شغلة اسمها إدارة الأجهزة. داخل إدارة الأجهزة رح تلاقي كل الأدابترات والأجهزة المتصلة معك على جهاز كمبيوتر، ومنها أدابتر الوايرلس إن كان كمبيوتر ولا إن كان لابتوب. بتعمل زر يميني عليه، إلغاء تثبيت الجهاز، إلغاء التثبيت. بعد ما بتعمل إلغاء التثبيت بينحذف كليا تعريف الوايرلس من عندك على الجهاز، وبترجع لهذا المكان بتضغط ضغطة واحدة هون، وبتعمل على هذا الزر تفحص تغييرات الأجهزة، بالتالي بيدور بشكل تلقائي وبيرجع بيعرف أدابتر الوايرلس من الويندوز نفسه تمام. طيب إن عرفه من الويندوز يا سلام، وإن ما عرفه من الويندوز فيك عن طريق الزر اليميني على أدابتر الوايرلس، وحتى لو عرفه من الويندوز صديقي، يعني بكلتا الحالتين تعمل زر يميني تحديث برنامج التشغيل، البحث تلقائيا عن برنامج تشغيل محدث. طبعا هون انت بتكون متصل بالانترنت، طبعا اللودينج بيطول شوي تمام، واذا لقى تعريف جديد رح يحدث التعريف، وبالتالي يكون ثبت لك احدث تعريف لأدابتر هالوايرلس اللي عندك ان كان على الكمبيوتر ولا على اللابتوب. وبامكانك كذلك الامر اذا ما لقى بالويندوز ابديت، فيك تسحب التعريف من موقع اللابتوب او من موقع أدابتر الوايرلس. بالنهاية صديقي، إذا قمت بجميع هالحركات اللي ذكرناها من إعادة تعريف الوايرلس ومن كتابة الباسورد الشبكة باللغة الإنجليزية وبحذف شبكات الوايرلس الموجودة سابقا على اللابتوب، إذا قمت بجميع هالحركات هي وما اتصل معك أدابتر الوايرلس بالشبكة الوايرلس الموجودة عندك بالمنزل، غالبا رح يكون أدابتر الوايرلس أو كرت الوايرلس على اللابتوب مضروب وهو بحاجة لاستبدال. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.